بوي آه كي راك تحس شوية؟ عيان. هي كلمة جمعت معاناة هذا الشيخ الذي قبل أن يصاب بعديد الأمراض وجد نفسه لا حول له ولا قوة في مجابهة هذه الظروف القاسية، فإضافة إلى المرض زاده العوز والحاجة حرمانا من أبسط حقوقه في الحياة، لولا أنه وجد ابنه الوحيد يحاول أن يكون له سندا وسط مجتمع ينتظر أن يلين جانبه لمثل هذه الحالات الاجتماعية. هذا الأب تاعي اللي راه مريض من عدة أمراض، فقر الدم، فيروس في الدم، لا كريز، عنده لاغوش ما كانش ميتة، وانا الوحيد اللي عنده، انا الوحيد اللي راني عايش معه في هذا السكن، ما مسكن مشي تاعي. فوجبة الشيخ لا تتعدى قليلا من البسكويت والقهوة يقدمها له ابنه الذي لما سألناه عن ذلك قال إنها الحاجة من فرضت عليه ذلك، وفي بعض الأحيان هي صدقات المحسنين من حين لآخر. هذه هي الماكلة تاعه، 24 ساعة على 24 ساعة هذه الماكلة تاعو، قهوة حليب والمادلان. ما منقش فاني قش كيما نقلعو، ما كانش اللي يغسل لي، ما كانش، انا الوحيد، مام انا نطيب نغسل نوكل ندوش كلش انا. هي قساوة الزمن وفقدان الصحة من أرهقت كاهل هذا الشيخ الذي وجد نفسه يعاني في صمت يترجم من خلاله معاناته لسنوات، ينتظر من خلالها مساعدة المحسنين وأهل الخير لتوفير الرعاية اللازمة له قبل فوات الأوان.